صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، إهداء إلى المعصومين الأربعة عشر ووالداتهم وأبي الفضل العباس ووالدته، ولقبول الأعمال ندعو لمولانا الإمام المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجا، واجعلنا من شيعته وأنصاره وخدمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله عز وجل في كتابه المجيد كرر أمور المرتبطة بالشيطان عليه اللعنة والشياطين عليه قضية شيطان مع آدم مع بعض الأنبياء، يحذرنا من مكائده، بل ما يخاطب الله عز وجل في الآخرة أتباع الشياطين، مكالمة محاورة لطيفة بين الشيطان وأتباعه في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني مقصود أنه وأمثال ذلك مما كل ذلك تحذير لنا، تحذير لا فقط من الهدف الرئيسي للشيطان، هدف الرئيسي أنه يدعو إلى النار. بني آدم يحسدهم حسد آدم، حسد إبليس آدم وبنيه، ويريد أن بلي يجرهم إلى النار. لا فقط يحذرنا من، بل من الخطوات الأولى يحذرنا إلى الخطوات التي تستتبع. على كل حال، فالاهتمام بموضوع بما يتعلق بالشيطان بإبليس والشياطين عليهم اللعنة وضعف الله مخصوصا بما الاهتمام بما ينجي الإنسان من شرور الشياطين اللي في الأحاديث ورد، جدا مهم. سهل لي أيضا، بل واحد سألني السنة يا موضوع اخترت يا عم، قلت له ما أدري. ما شاء الله
موضوعات المواضيع في المعارف القرآنية ومعارف أهل البيت إلى ما شاء الله. أوائل السنين الأولى أذكر هناك بالسالمية قلت إذا عمر نوح عمه ونذكر بل معارف أهل البيت، معارف القرآنية ومعارف أهل البيت عليهم السلام، نقدر نذكر بلا تكرار من جهة ما وصل إلينا، غير اللي لم يصل إلينا لآفات الدهر، لعدم فرصة لأهل البيت عليهم السلام للبيان، اللي إن شاء الله حينما يظهر المولى صاحب الزمان سلام الله عليه من النعم العظيمة بذاك الوقت، العين الصافية لعلوم أهل البيت ذاك الوقت بعد ما تلقاه من مولانا الحجة روحي له الفداء ومن وكلائه وممن يملك في دولته. إلهي اجعلنا ممن يملك في دولته. الطمع في رحمة الله، أنا بالنسبة لنفسي أقول ويني وين هالبلي مراتب، لكن الطمع في رحمة الله عباده ممدوح. إلهي اجعلنا من أخص خدام صاحب الزمان على كل حال. هناك بعد لكن مع ذلك من النعم الإلهية علينا الآن هذه الأحاديث الواردة في التفسير في غير التفسير بل وردت إلينا، هنيئا لمن يكون شاكرا لهذه النعمة العظيمة ولا يعامل مع هذه الأحاديث بسوء ظن. مشكلة احنا بعضهم سبب أو كل سوء الظن السبب اللي أساء ظنهم بالأحاديث بل ذاك السبب منهدم ما إلى حقيقة. هسه ما نقول 100% لكن ما إلى حق. على كل حال هذا موضوع مبتلين بهذا الزمان. على كل حال فالمقصود أنه جدا مهم دراسة الآيات الشريفة سمع قطع النظر عن الأحاديث والآيات، الآيات الشريفة الواردة مخصوصاً بهذا الشهر شهر رمضان الواردة في هذا الموضوع، موضوع الشيطان والشياطين مكائده شنو ينجي منه وكذا. أهم شيء على نحو الإجمال اللي تفصيله موجودة في بعض الآيات والأحاديث الشريفة على نحو الإجمال، أهم شيء للتحفظ من الشيطان لعنه الله وضاعف الله عليه العذاب ملتفت الإيمان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في هذه الآية الشريفة آية سورة الأعراف تقريبا آية 25 تشير بلي إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من المواضيع في موضوعات متعددة في قضية الشيطان منها الحكمة، نحن نعلم علما قطعيا لا ريب فيه، نحلف بجميع المقدسات أن الله عز وجل كل أفعاله بماذا؟ بالحكمة، عليم حكيم، عند عليم بكل شيء، شنو حكمة وشنو مو حكمة وكذا، وحكيم مؤمن. مخصوصا في هذه المواضيع ينبغي أن يدخل مع هذه العقيدة هذا الإيمان، وإلا البحث ربما يكون كنسج العنكبوت ما عليه بليم.
قوة استدلال وكذا. أول شيء في هذا الموضوع وفي كل كثير من الموضوعات اللي مرتبطة بالعقيدة، بالله، بأعداء الله، بالآخرة، بالإمامة، بأصول الدين بصورة عامة، بصورة عامة، التفت بلي بصورة عامة مع هذه العقيدة. عليم حكيم، هاي نقطة مهمة عقائدية مرتبطة بالبحوث اللي ينبغي أن نبحث، اللي واجب عليهم يبحثون، اللي مستحب مع هذه العقيدة. وإلا قلت حتى استدلال بالنسبة لنفس الباحث قد تكون نسج العنكبوت. أي نتائج؟ 60 سنة لك الحمد لله كنت بلي في الحوزات العلمية وفي خدمة أهل بيت العصمة إن قبلوا الخير. على كل حال فالمقصود أنه حكم، كل حكم. شيطان، ليش الله خلق الشيطان؟ ليش الله خلق وما أريد على أقول تجدد يصير لي السؤال الوسوسة في ذهن البعض. جواب عام إجمالي قطعي يقيني لازم حسب الأدلة التي لا تعد ولا تحصى في أن الله عليم حكيم. شهد الله عز وجل يأمرنا، ينبهنا، يرشدنا إلى أن نتأمل في آيات الله، في هذه السماوات، الأرض، الشمس، كواكب، نفس هذا جسم سروع، مسألة أهم وأهم، نفس الجسم. وين تشوف بالجسم كل حكم، كل حكم، بالدباي الأصابع، قطعات الأصابع، الرأس وما يحتوي، ملتفت كل حكمة اللي نعرف من الحكم واللي ما نعرف. طالع هذه التحقيقات اللي اليوم عندهم، ملتفت في أجزاء الجسم، منافع الجسم وكذا، كل آيات عظيمة على حكمة الله جل وعلا. قضية الحكمة كل ما بلي أركز على الحكمة، آيات حكمة الله عز وجل، كل ما نتدبر نبحث نفحص عن هذه الآيات، نفس البحث والفحص عبادة. وشلون من عبادة تفوق بعض الأحيان عبادة بلي قيام الليل وأمثال ذلك. فبقدرة، بقوة هذا الشيء اللي في القلب لازم يصير قضية الحكمة. عرفنا حكمة الشيء اللي خلقه الله أو لم نعرف؟ إذا نريد كل ما الله خلق نعرف حكمته، هذا نوع من التكبر من عندنا. شوف في السماوات ملايين نجوم والكواكب والأمور اللي في السماء، أنا أقدر أعرف حكمة كل هاي الأمور؟ أعرف أن بلي الآن شوف الأخصائي في علم من العلوم يفعل أفعال حسب مبانيه العلمية، أنت اللي ما عندك هذا، البشر الضعيف مسكين ملتبك اللي شوية تشلمتين عنده علم، عقل ما يعطيك مجال أن تعترض عليه في الأمور المتخصص فيها. فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم السر في السماوات والأرض كما في بعض الآيات الشريفة وهكذا المشاهد والمبارحة. فهي المقدمة شوية، هذه النقطة شرحتها لدفع الوساوس الشيطانية. الله هذا سؤال غالبا
يعني بمال متعدد يصير. بس السؤال ما أذكره، قلت لا يصير. على كل حال، شنو حكمة مثلا هذا؟ شنو حكمة خلق هذا؟ حكمة خلق ذا وامثال ذلك. قوي قوي العقيدة بحكمة الله عز وجل لما تشاهده من أدلة الحكمة، حتى مورد اللي ما عرفت الحكمة، مو مورد واحد، ملايين الموارد. يو اصلا ما نعرف الموضوع، يو نعرف لكن ما نذر الحكمة به. بكل قدرة نعتقد ان فيه الحكمة، وان لم نعرف على نحو الاجمال نعرف الحكمة. على كل حال، وهذا مو تعبد، مو الزام، هذا العقل يحكم، مو الزام مثلا الزام شرعي. والزامات الشرعية واي عندنا، لكن عندنا إلزام شرعي بمتابعة العقل. العقل هذا حكم العقل هكذا. من تشوف ملايين الحكم تعرفها في الجسم، في السماء، في الأرض، في التربة، في ما أدري نباتات، في تعرفها. مورد واحد، موردين، عشر موارد ما عرفت الحكمة. العقل يقول اللي صدر من هذه الحكم العظيمة، هذا انفرد حكمة مخصوصا اللي مرتبطة بالخالقية، مرتبطة بالربوبية، مرتبطة بالربوبية. أنا ويني، وين الرب علمي، وين أريد أصير يصير علمي علم الرب. على كل حال، فعلى كل شنو طبعا هم باحثين إن شاء الله، توفيق صار، مانع ما صار، بل بعض الحكم في بعض الحكم في خلق الشيطان وابتلاء الإنسان بالشيطان نذكر في كما ذكروا، التفت في مما ذكروا مما يخطر بالبال في أتم، ربما يخطر ببالك إذا يصير لك شرح الصدر. ربي دائما أقرأ ربي اشرح لي صدري، التفت شرح الصدر في المعارف الإلهية. بعضهم عندهم شرح الصدر في الشبهات، شرح الصدر في المناقشات. مناقشات ما أقول مزيل، لكن لكل شيء حاد، كل شيء تجاوز من حده انقلب إلى ضده، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. والواقع هكذا، واقع يخبرنا ويدلنا دلالة قطعية أنه كل شيء تجاوز من حده انقلب إلى ضده. على كل حال، فهذا أول شيء نعرف من الشيطان، أنه يعني طريق البعد عن أخطار الشيطان وأضرار الشيطان الإيمان، عقيدة، عقيدة بأي شيء، عقيدة بأصول الدين الخمسة وفروع، عقيدة الإيمان بأصول الدين الخمسة وما يتفرع عليها، مخصوصا التوسل بالإضافة إلى الاعتقاد. بعد الاعتقاد توسل بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وجدت من ثمرات الحياة، أكتب الكتاب الواحد عالم خطيب هناك في أصفهان اسمه ثمرات الحياة، بلي هذا بلي كتاب منبر، يعني ثمرات الحياة المنبرية العلمية، هو كتاب لكن هو فارسي. على كل حال، من ثمرات حياتي وجدت هذا، كل ما عاش بلي أنا واي بالمجتمع موارد، لكن مقدارهم مثلاً أهل العلم مؤمنين، مقدار اللي شايف، لا أني بلي أدقق النظر في حالاتهم، لكن ما يظهر من حالاتهم دلالات القطعية مو الظنية، أشوف من حالاتهم دلالات قطعية عندهم. كل ما بلي تقرب إلى أهل البيت أكثر، توسل بأهل البيت أكثر،
علم بأهل البيت أكثر، علم بمع أحاديث أهل البيت أكثر من علماء وغير علماء، من علماء وغير علماء. بل هذا بعد من الشيطان أو بعد الشيطان منه أكثر، الشيطان أكثر مبتعد عنه. هذا وجدت في حياتي. على كل حال، فلذا هذا الموضوع جدا موضوع مهم. أول ما نقرأ في هذا الموضوع بعض الأحاديث المرتبطة بهذا الموضوع للشيطان وما يتعلق بالشيطان من الأمور. ملتفت رجعت أجيب البحار، لكن شفيت بعض الإخوة لا زال مستمعين إن شاء الله بالمجلس، مو وجه خارج المجلس، الحمد لله احنا مجلسنا ملتفت مو مجلس فقط الحاضرين، عندنا مستمعين بعضهم مستمع واحد كألف، حتى بعض الخطباء جدا أسترها. أوائل اللي كنت أصعد المنبر يعني مع الروايات والأحاديث، مكان اللي أروح كنت أتكلم غير المنبر بالأحاديث كنت أقول. الآن أذكر هاي الأحاديث بعد على المنبر شنو أذكر؟ شفت هاي خطوة من خطوات شنو؟ الشيطان. انتبه. بل زكاة العلم إنفاقه. وجدت هذا المعنى الحمد لله. كل ما الإنسان بل ينشر العلم الله عز وجل يوفق أكثر. وجدت الحمد لله عندنا مستمعين من الخطباء وعن الخطباء الله يحفظه ويزيد توفيقاته، وإن عملت بعض الأيادي لتبعيده عني التفت وغيرها ماكو إشي أشياء. على كل حال كان هو يقول أنا عيالك في المنبر، يعني يستمع بلي تسجيلات وكذا. واحد آخر ايضا هكذا من خطباء بعض الخطباء المشهورين، ما اذكر اسم، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، ان شاء الله بلي اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، مقصود نشر معارف اهل بيت العصمه عليهم الصلاه والسلام ان شاء الله. جعل الله نياتنا كلنا بلي جعل الله بلي أخلص إخلاص في نياتنا في أعمالنا. إيه بلي هست ها قلت أجيب البحار، شفت البعض ربما بعد بعض بلي بعدهم بالنسبة للبحار شوية نظرة مثلا مو هالقد قهوية، لهذا اشتباه شوي يرتفع الاشتباه. قلت خل أذكر الأحاديث، جبت تفسير الميزان، تفسير الميزان اللي بعد ملتفت ذولاك اللي حتى بالنسبة للبحار عندهم كذا، بالنسبة للميزان هو ذاكر هاي الروايات بعنوان القبول يقبلهم مو رد. طبعا عندهم كلام صاحب الميزان جوابهم موجود، هسه ما أدري نلحق أي ليلة ليلاتي لجواب صاحب الميزان أو لا في بعض انقلتاته ملتفت. لكن على كل حال جواب موجود. على كل حال إذني على نحو الإجمال ذكر هذه الأحاديث وما قبولها. بل تفضل يا أبا حسين وإقرأ بلي الأحاديث. عندنا بحوث إن شاء الله ليلة الآتية أذكر بعض البحوث كبحث كشرح تفصيل. بل كتاب ما جايبه موجود مولانا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الكافي. طبعا هنا عند صاحب الميزان بحوث مفصلة عن الشيطان، كلام صحيح عند متين بعد هالليلة
ماكو مجال لي. تدري أنا الحقيب بلي داعيكم بركة أهل البيت عليهم السلام مو من هذولاك اللي بس ما خطأ صدر من واحد أتركه وأعادي وكذا. لا شوف تقدر الأمور بقدرها. فريد مرة مثل حباتر إيه إلى حد ما التفت الانحراف والخطأ في المقال إلى حد ذيك النسبة المئوية بالنسبة إلى الانحرافات عن القرآن وعن أهل البيت عليهم السلام حسب النسبة المئوية نعمل إيه؟ وإلا عداء شخصي ويا أحد لا ماكل إرث أبونا لا عداء دنيوي شخصي ما عد. إنما الكراهة والعداء مع الآراء الباطلة بالنسبة المئوية اللي بعيدة عن الحق هذا الميزان عندي. بل تعليم تعلم من أهل بيت العصمة من أخلاق أهل بيت العصمة عليهم السلام. سأكو بعض المؤمنين خو هذا نخليه لوقت آخر. تفضل اقرأ. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن. إيه؟ هذا يأمره وهذا يزجره. الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها، وذلك قول الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بقى. هذا حديث يمكن سامعينه، لكن تحذير كل إحنا هذا الشيطان ملازمنا، هذا مو إبليس رئيس الشياطين، شيطان إلى أعوان إلى أولاد ذرية إلى ذرية. شلون ذريته عرسه شلون ملتفت؟ هم عندنا أحاديث في نفس هذا تفسير ميزان يذكر أي عندنا أحاديث. توفيق كان فرصة كان مانع ما كان، إن شاء الله نذكر ذرية عندنا بلي مو بالزواج مو بالزواج. على كل حال شلون بلي بالأحاديث مذكور. ف هذا الشيطان خاص من الشياطين من أعوان الشيطان ومن ذرية الشيطان. كل واحد من عندنا حكمة الله اقتضى، وايش قد هم بها فوائد دينية بالنسبة إلى أن هذا الشيطان موكل يعني على أذن القلب. لكن الله عز وجل برحمته الواسعة بحكمته البالغة خلى ملك على أذن ملك على أذن شيطان. لن يغفل عن أفكار الحاصلة من هذا الشيء في كل أمورنا، أمر الدين أمر الدنيا أمور العائلية أمور الاجتماعية أصدقاء بعضهم مع بعض وأمثال ذلك. النقطة جدا مهمة حتى نميز بين الأفكار الشيطانية والأفكار بلي اللي إلهام من قبل الملك أولا التمييز ثم ترتيب الأثر. هذا هم أصعب صعب يعني ترتيب الأثر مع هاي النفس الأمارة بالسوء. فتحذير هذا الحديث الشريف. نقطة أخرى أكو في الحديث الشريف، قد بعض أهل العلم اللي باله تفسير الآية الشريفة اللي في هذا الحديث يسأل إلى سؤال إلى آية الشريفة في سورة قاف: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لا اللي بعد ما يلفظ مطلب آخر
خب إذا بالكو بلي تكلمت قبل ما أدري شو وقت سنتين ثلاث سنين، السنة الأخيرة في هذه الآية الشريفة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هناك ذكرنا أحاديث كان عندنا المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان للأعمال، الحافظان للأعمال. شلون بهذا الحديث يقول بأنه يطبق على الملك، مو ذاك الملك الموكل بكتابة الحسنة، مو ملك اللي يلهم، والشيطان متلقيان، ملك والشيطان غير ذاك الملكين. شلون؟ فإذا الحديثان، بعض أهل العلم هذا مبناه، الحديثان متعارضان فاضربهما عرض الجدار. مع الأسف ابتلينا، شو أسوي بعد، لازم أقول في الحوزات العلمية ببعض الأساتيد اللي سهر الليالي لكن لا على منهاج صحيح، ما يعرف تفسير علم التفسير، تفسير الإجتهادي، تفسير على قسمه، تفسير تقليدي مثل ما بالفقه تأخذ مجمع البيان وطالع كنز الدقائق، الطالع بعد شنو من صحيح شنو من ما تقول، تأخذ ميزان والطالع، هذا تقليدي. لكن الفقيه أستاذ اللي يدرس درس الخارج مثل ما بالفقه مجتهد لازم يصير بالتفسير أيضا مجتهد، تفسير اجتهادي، مجتهد بالتفسير يصير. حتى باللغة الآن علماؤنا رضوان الله عليه مجمعين مثل الشيخ الأنصاري وغيره من يجيب حديث ويذكر لغة في الحديث يبحث بحث لغوي اجتهادي، يبحث اللغة أيضا. في المرة تقليدي اللغة ما تدري شنو معناه، تأخذ المنجد والطالعة، خب حسب ما ذكر المنجد هذا معناه، لكن ربما المعنى أدق أوسع، معاني أخرى، شنو سبب هذا اللفظ بلي انتقل من ذاك المعنى إلى هذا المعنى، كذا أمور مرتبطة، قواعد علمية مرتبطة باللغة. هذا يريد يحتاج إلى اجتهاد مجتهد يصير، هذا ينفعكم. ها فالمرة بس ما شفت واحد من الفقهاء فسر آية بمعنى، انت شفت المنجد ذاك المعنى ما يذكره، ما لك حق تقول ليش هذا الفقيه شيء مرتفت يشرح، ليش شيء فلفسر، ذاك مجتهد في اللغة، انت مو فقط تراجع المنجد، ما أذكر إلك فقط. إذا بعض الحاضرين ربما ما يحتاجون إلا هذا الكلام، مخصوصاً ذولاك اللي هناك قاعدين، ما أدري ما أذكر مدن الغربية هناك، ويتجسر على الفقهاء. إحنا ربما عندنا، طبعاً إحنا أقول إحنا هم مو هم ذاك مو مع ذاك، ربما في بعض المباني مناقشات أكو، هذا مو معنى تتجسر على الفقهاء العظام، تسبهم ما يضرهم شيء، هذا السب ما يضر، إنما يضرك نفسك، يضرك أنت تكشف عن حقيقتك، إنسان سيء الأدب بلا تقوى بلا ورع. الحمد لله سابقا بعضهم كانوا متأثرين ببعض هذولا، لكن الحمد لله الآن نعمة إلهية أنه هي يظهرون بلي سيئاتهم على اللسان، يظهرون سيئاتهم.
ملتفت حتى أكثر ينعرفون. قول ماش ما تريد تقول سيب اشتن. ملتفت حتى اللي بل يعتقدون بكم يرجعون عنك. على كل حال هاي قضية مو قضية عادية. أنا ما أقدر على الحتم أقول شيطان الإنس يو شيطان الجن، لكن قطعاً الشياطين وراء هذا الشياطين إسه الإنس أو الجن. ملتفت اللي هيك يريد يفرق بين الشيعة، يضعف الشيعة هجمة عجيبة علمية ثقافية أخلاقية اجتماعية. ديروا بالكم على أتباع أهل البيت عليهم السلام، لازم ندير بالنا لننحرف لننصاع لهذه الملتفت الإلقاءات الشيطانية. واحد أمس اتفاقنا قال لي فلان ما أدري سب سيد الخوي فرد سب عجيب نقلهم شنو. ما أريد أدافع عن أحد ملتفت، لكن أريد أقول هذول العلماء كل واحد إلى الدور في حفظ المذهب. أيام طاغوت هالصبر اللي صبر ملتفت من بيته فتح حملة 20 سيد شاب من بيته يأخذون ويعدمون. واحد من عندهم هذا سيدي الميلاني أخوه، عم هذا السيد اللي أمس كان أخوه المرحوم سيد علي الميلاني. شلون شابك وحيد كان الأمة وهكذا مصائب عظيمة عجيبة بل يتحمل لحفظ الحوزة. أبى الله يجري الأمور إلا بأسبابها. بل في بعض المباني رجالية غير ذلك عدنا مخالف اختلافات قوية، لكن هذا مو معنى الإنسان يسب مقابلة مقابل ذاك يفتح جبهة احنا وذاك. ماكو هيك بالمذهب. أئمتنا علمونا على هذا، وإخواني أعزائي بالمجلس إن شاء الله ماكو، لكن بعض الشباب قلت الحمد لله بعضهم رجعوا. عقل عقل أعمل عقلك، منو هذا اللي تصدق قوله؟ منو هذا؟ وين داريس؟ ملتفت فرد إصلاحات علمية يستعمل هو وأمثاله من الحباتر. أنا من أقول حباتر من مو واحد. على كل حال شلون عقلك يسمح لك أن بلي تستمع إلى مثل هؤلاء؟ هل قد متعصب بعضهم؟ كان عندنا مجلس ملتفت مو أنا، واحد من أولادي هنا بالكويت ملتفت ذكر واحد من هذول اللندنيين اللي من هناك بلي يوقعون الوساوس شك تشكيك في أعاظم مذاهبنا مثل عقيل ومثل محمد بن حنفية وأمثالها. قال كم واحد من الشباب طلعوا خرج، هل قد علماء هل قد كذا انت تلتزق بواحد اللي ما اريد اقول بعض صفات. على كل حال فجدا ضروري مهم شبابنا يتوقون يثقفون. اي ف بلي بالنسبة الى الشيطان ومكائده ومصائده، الاعتقاد بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الذي من الأمور الحافظة لنا من شرور الشياطين هو هذا المعنى. على كل حال بلي من هذا من مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام اللي يشككون في فضائل الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أصلا ينكر كون أمير المؤمنين ليلة الأحد باكر يوم الأحد يوم أمير المؤمنين عليه السلام. إن شاء الله تقرأ زيارة أمير المؤمنين، زيارة مختصرة بالمفاتيح موجودة في كم سطر، لكن
ثمرتها ثمرة جدا عالية ومهمة وكبيرة، وإني فيه ضيفك وجارك. واحد كان يقول شنو سند هذه الروايات؟ قلت له سند ما يحتاج، سند ما يحتاج. إذا أنت تقول للأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، طبعا يوم الأحد يوم أمير المؤمنين، روايات عندنا ليوم الأحد يوم، تقول له أصلا هيك رواية هم ماكو، مثلا افرض زيارة ماكو، ما تقول يا أمير المؤمنين هذا اليوم يومك وأنا ضيفك، هذا حرام مكروه مباح أقل مستحب؟ قاطع بالمطلوبية. واحد من الأعزة مشغول بتأليف كتاب في الأدعية وكذا، الله يوفقه، من الخطبات عرفونها ما أذكر اسم، قال بأن هاي الزيارات أذكرها يا ولا، مع أنه ما أدري مصدر. قلت له هل قد لي أذكر في المفاتيح موجودة هاي المفاتيح؟ ما يذكر شعب أسقمي بلا مصدر. على كل حال هاي قاعدة كلية، حتى الطلبة غافلين بعضهم عن هاي القاعدة. أنا ذكرت درس الأخلاق، دعوني مدرسة في النجف الأشرف، مدرسة الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، المدارس اللي تحت نظر السيد السيستاني الله يطول عمره. على كل حال ذكرت بأنه في مثل هالموارد ما نحتاج رجاء المطلوبية، قاطع المطلوبية يقينا. واحد من الطلبة المبتدئين اعترض عليه، شنو أنت تخالف العلماء؟ يا مخالفة للعلماء، ذيك بعض الموارد رجاء مطلوبية، من جهة أخرى يقولون، وإلا من هذه الجهة كل العلماء متفقين على أنه مثل هالموارد زيارات أدعية كذا قطع المطلوبية فيها، قطع المطلوب. ملتفت. على كل حال أي نقطة بعض غافلين عنها، لكن من ألفت نظرهم إلى يائي بعدين هو يجي اعتذر قال إيه الحق وياك. على كل حال فالمقصود أنه باكر يوم أمير المؤمنين عليه السلام، وتوسلنا يكون بأمير المؤمنين روحي له الفداء. شنو نقول عن أمير المؤمنين؟ هسه ما أريد لا أذكر شيء من فضائله ولا أذكر مصائبه، شيء يسير من مظلومية أمير المؤمنين. ينقلون العلامة الأميني رحمة الله عليه كان يقول أنا أتمنى أن أعمر عمر ما نوح وعمر الداهر، عمر الداهر ظاهرا كان، ليش؟ ليش أريد هذا العمر؟ حتى أبكى لمظلومية أمير المؤمنين، أبكي لمظلومية أمير المؤمنين، ويحق المظلوم روحي له الفداء. شقد مظلوم إلى يومنا هذا، إلى يوم ظهور الحجة عجل الله فرجه. الله أكبر، مظلوم في نفسه، مظلوم في ذريته. الآن هاي الليالي، هاي الليالي ها آخر شهر رمضان من عمر أمير المؤمنين، يودع أولاده، كل ليلة عد واحد من أولاده يفطر أمير المؤمنين، بعد يدري يريد يفارقهم أمير المؤمنين. روحي له الفداء. الله أكبر الله أكبر، أمير المؤمنين روحي له الفداء. حينما ضربه ابن ملجم المرادي عليه اللعنة إش قال؟ بسم الله وبالله فزت ورب الكعبة. كل هاي المظلوميات فوز لأمير المؤمنين، صبر في هذه المظلوميات، وإلا أمير المؤمنين الله عز وجل أعطاه من القدرة لا بدعاء ولا بنظرة فقط، بل بإرادة يستطيع أن يهلك كل أعدائه. لكن الحكمة، حكمة الله اقتضت أنه بل يصبر في هذه المظلوميات. سيا مظلوميا نذكر من مظلوميات أمير المؤمنين، ما كان يخطر في ذهني وفي بالي تسبى بنات علي.
وين زينب؟ أين زينب؟ وأين السبي والأب؟ لأبكين عليك بدل الدموع دمع. حقيقة هذه المصيبة ينبغي أن يبكي الإنسان دم. كيف السلوك؟ كيف التصبر؟ شلون يصبر الإنسان وفي السبايا زينب تدعو بحرقة قلبها يا أحمد؟ آه آه. وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد. يا حال ما تدرون صرني، يا حال ما تدرون صرني، سبايا بستر الروس حرنا، شمسنا انكذب وظلم بدرنا، حيدر يا ابونا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبي، شلون نسبي انا سبايا ونتستر بدي. الإمام السجاد ما تمنى الموت في هذه المصائب العظيمة في كربلاء في الكوفة في الشام إلا في مورد واحد، في مصيبة واحدة. هنا قال: فيا ليت أمي لم تلد. الله يرحم بعض أساتين كان يقول بأنه هذا بيا مورد، في هذا المورد الإمام هذا في الشام من شاف الإمام السجاد العلوية الجديدة الجليلة الصديقة التي لا مثلها صديقة في بنات الحسن عليهم الصلاة والسلام، ملتفت كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق: فاطمة بنت الإمام الحسن زوجة الإمام السجاد رآها على الناقل. متحير الإمام الباقر 3 سنين 4 سنين عمره وياها على الناقل، على الناقل عجفة، لا غطاء لا وطاء لا هودج لا، متحيرة تلزم هذا الجمل حتى لا تسقط، تمسك ابنها لا يسقط، كم ايد عدها يوتستر وجهها من الرياض. الله أكبر. أو تزدر وجهها كأني بها بالعقيلة تتمنى حضور العباس في هذه المصائب. أنا مني أنا أبو فاضل أجيبي وراويح حال خد الغريب، أنا شلون أبو فاضل ورجب جفوف فوق زنده وخبر الحرم صارت بشده، أخي من يحمي بنات محمدين؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله لحسن العاقبة للثبات على لا فقط ولاية أمير المؤمنين، فثبات على ولاية وإمامة أهل بيت العصمة والاعتقاد بفضائلها.
وشدة مصائبه، فإن هذا هو دين الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر، واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل شيعته وخير أنصاره. ربنا اجعل عواقب أمورنا خير. إلهي بحرقة قلب العقيلة ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. إلهي اقض حوائج مولانا الحجة بجاهه وبجاه أبي الفضل العباس، اقض حوائج واكف مهماتنا ويسر وأصلح أمورنا واشف مرضانا إلهنا، ووفقنا لصيام ما بقي من شهر رمضان، ولا تجعله آخر العهد منا بصيامه. إلهنا وزد توفيقنا في طاعتك وخدمة أهل بيت نبيك، وتفضل على مرضى المؤمنين بالأخص المنظورين منظور، من عليهم بالعافية الكاملة. من أوصانا بالدعاء بباب الحوائج أبي الفاضل، اقضي حوائج. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف من المؤسسين والساعين والسامعين والحاضرين ومنا بأحسن القبول، أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة في طاعتك وفي خدمة أهل بيت نبيك وإحياء أمرهم، وتغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين برحمتك الواسعة، واغفر لهم وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.